بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم من جديد، لقاء جديد مع أخبار النادي الأهلي لهذا اليوم. والبداية مع الخبر الأول، و19 بلاغ من مرتضى منصور ضد مسؤول الأهلي. تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكوى للجنة الأولمبية ضد كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلة النادي والقناة الفضائية، وضد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي، والعمري فاروق نائب رئيس الأهلي، ومهند مجدي، ومحمد سراج الدين، وإبراهيم الكفراوي، ورانيا علواني، وخالد مرتجي، ومحمد الضماطي، وطارق أنديل، ومحمد جمال أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وإبراهيم المنيسي مسؤول قناة النادي الأهلي ومجلة النادي، وعدلي القيعي مسؤول التعاقدات بالأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعدد من كتاب مجلة الأهلي. وأكد رئيس الزمالك في شكواه للأولمبية أن رئيس الأهلي حرص على تحريض المشكو في حقهم ببث الفتنة والكراهية بين الجماهير المصرية، بالإضافة للترويج للشائعات وبث الأكاذيب مما يكدر السلم والأمن القومي والوطني. وقام رئيس الأهلي بتحريض ألتراس أهلاوي بسبه في المباريات وسب لاعبي الزمالك والأجهزة الفنية وأعضاء مجلس الزمالك. وأكد مرتضى منصور في شكواه أن الأهلي استغل قناته ومجلة النادي في الهجوم على الزمالك وبث الفتن والتعصب والسب والقذف، وقيام عدلي القيعي بسبه والهجوم عليه. كما أوضح رئيس الزمالك أن الأهلي اتهم الزمالك بعدم الوطنية، كما قام سيد عبد الحفيظ بالتطاول على مجلس الزمالك، وقام محمد مرجان بتحريض من محمود الخطيب بالمطالبة بتوقيع الكشف الطبي على القوى العقلية لرئيس الزمالك. الأهلي يتخذ قرار فوري تجاه صفقة كهربا. حذر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب جميع أعضائه والعاملين من التحدث بما يخص صفقة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في الوقت الحالي. ويأتي تحذير مجلس الإدارة لتفادي أي صدمات مع أي طرف من الأطراف، خاصة وأن النادي ليس له علاقة ولم يحصل على توقيع اللاعب حتى هذه اللحظة. ويرغب مجلس الإدارة في توفير كافة سبل الراحة للاعبو الفريق وعدم زيادة التوتر قبل مواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت 19 أكتوبر الجاري. وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة الحصول على توقيع محمود كهربا لاعب نادي أفيس البرتغالي تمهيدا للانضمام للصفوف الأحمر في يناير المقبل. وأضاف في تصريحات تلفزيونية: كهربا لاعب مميز للغاية، ولكن حتى الآن لم نتحدث معه أو نتواصل معه نهائيا، وكل ما يتردد حاليا ليس له أساس من الصحة، لا أحد لديه معلومة مؤكدة عن كهربا، النادي يسير بنظام معين، هناك مدير فني ولجنة فنية ولجنة تعاقدات. استعدادا للقمة، الأهلي يخوض مباراة ودية عصر الاثنين. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإعلاميين في الثالثة عصر الاثنين على ملعب التتش، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك المقرر إقامتها 19 أكتوبر. وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراة ودية أمام بوتسوانا يوم الاثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية. من ميران الأهلي، عودة نيدفيد وانتظام السلية وإصابات طفيفة لجيرالدو وصالح جمعة. خاض كريم نيدفيد لاعب وسط فريق النادي الأهلي تدريبات تأهيلية في ميران الفريق المسائي، والذي أقيم على ملعب مختار التتشي بالجزيرة. وبدأ نيدفيد بالجري حول الملعب للمرة الأولى منذ الإصابة التي لحقت به في غضروف الركبة. واللاعب صاحب 22 عام لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي، حيث كانت آخر مبارياته أمام مصر المقصة في الأسبوع 28 من بطولة الدوري. وحول ملف المصابين أيضا، يواصل ثنائي الفريق محمود متولي ومروان محسن خوضهما للتدريبات التأهيلية للتعافي من الإصابة. متولي كان قد أصيب في مباراة السوبر أمام الزمالك بتمزق في العضلة الخلفية، في المقابل تعرض مروان محسن لإصابة في الوجه خلال لقاء سموحة في افتتاحية الفريق الأحمر لبطولة الدوري. كما شهد الميران انتظام عمرو السولية في التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال لقاء أسوان، الأمر الذي جعله يبتعد عن قائمة المنتخب المصري.
وتعرض ثنائي الفريق الأنجولي جيرالدو وصالح جمعة لإصابات طفيفة في المران، لكن تدخل طبيب الفريق ليعود الثنائي للمشاركة بشكل طبيعي. علي معلول يرد على تساؤلات الجماهير التونسية. رد علي معلول لاعب الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي على تساؤلات الجماهير التونسية حول تألقه في المباراة التي تجمع المارد الأحمر أمام الفرق التونسية في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال معلول في تصريحات لموقع فوت 24 التونسي: وقوع الأهلي مع النجم الساحلي في مجموعة واحدة هذا ما قررته القرعة، ويجب على الجميع أن يعلم ويفهم أنني ألعب في النادي الأهلي المصري، إذن يجب أن أدافع عن ألوان قميص الأهلي مثل أي لاعب يلعب في أي نادي آخر يجب أن يدافع عن ألوانه. أي لاعب يحصل على أموال من ناديه لذلك يجب أن يبذل قصارى جهده. لا أعرف لماذا يسبونني ولماذا يرددون بعض الانتقادات ويقولون أنني أتألق أمام الأندية التونسية. علي معلول تألق مع ناديه في مصر ولم يلعب في المنتخب، يقصد عدم انضمامه لقائمة نصور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية الماضية. وأتم علي معلول تصريحاته وقد بدت على ملامحه الاستياء الشديد: لا يجب أن ننظر لمثل تلك الأمور، صحيح قد تسبني الجماهير في أوقات المباراة ولكن في النهاية ليس لي إلا تونس. ويذكر أن علي معلول كان قد عاد للمشاركة في مباريات المنتخب التونسي بعد تعيين منذر الكبير مديرا فنيا لنصور قرطاج خلفا للفرنسي ألين جريس. أمير توفيق: أزارو رفض عرضا لرحيله في يناير ولا نفكر في طارق حامد. أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق رفض عرضا لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية إن أزارو مستمر مع الأهلي خلال الفترة المقبلة ولا توجد نية لرحيله، وأضاف أن الأهلي حتى هذه اللحظة لم يتطرق لفكرة رحيل المهاجم المغربي أزارو عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية. وأوضح أن أزارو كان قد تلقى عرضا في وقت سابق ورفضه لأنه لم يكن يليق باسم اللاعب أو ناديه، لذلك فهو مستمر مع الأهلي، لافتا أن كل ما يتداول عن وجود عرض خليجي مجرد كلام ولا يعلم مصدره. وانتقل للحديث عن احتمالية تعاقد الأهلي مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، مشيرا إلى أن إدارة القلعة الحمراء لا تفكر في هذا الأمر في الوقت الراهن. وأكد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن اسم طارق حامد غير مطروح للتعاقد معه، مشيرا إلى أن هذا المركز به العديد من اللاعبين الجيدين. الأهلي يكشف تطورات مثيرة بشأن قضية الهارب كوليبالي. اكتشف مسؤول النادي الأهلي عدم تعرض الإفواري سليماني كوليبالي المهاجم السابق للفريق الأحمر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي كما تردد مؤخرا من قبل نادي النجم الساحلي. ولم يتوصل النادي التونسي لاتفاق مع الأهلي حول طريقة سداد العقوبة الموقعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمقدرة $1,350,000. ويرغب نادي النجم الساحلي في دفع قيمة الغرامة الموقعة على كوليبالي بالعملة التونسية، فيما يصر الأهلي على تقاضي الغرامة بالدولار. وإلى هنا مشاهدين متابعين تنتهي مع حضراتكم أخبارنا لهذا اليوم، نرجو أن تكون نالت إعجابكم. في النهاية لا تنسوا دعمنا بعمل لايك للفيديو والاشتراك معنا في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.